وهلا اجى دور احكي لكم عن دولابي، اختراع هلكني، صار لي اكثر من 33 سنة افكر فيه وعم بشتغل، بس مو كله ورا بعض، يعني مرة 5 سنوات اهملت لما كنت بالسويد، ومرة 2 سنين، ومرة 3، ومرة عم بقعد عليه 4 5 أيام، 10 أيام، شهرين، دفعة واحدة. يعني فعلا أرقني يعني ما خلاني أنام ساعات، واشتغلت ساعات وساعات، 33 سنة ولساته بمخي. وبيذكر مرة حكى عليه كمان الأخ والصديق شمعون توماس، لنشوف ايش قال من هذاك الوقت لحد اليوم لسه كنا بالقامشلي. طبعا بيدعي للفخر انه من قلب الجزيره طلع في هالاختراع، هالاكتشاف، هالبراءه، خاصه من ابنائنا السوريان. طبعا حابين نعرف كمان اذا في عندك اختراعات او ابتكارات ايضا اشتغلت عليها غير هذا موضوع جهاز الصوت. الحقيقة ما أريد أفوت بتفاصيل الموضوع شوي، إنه ما بعرف إذا الواحد ما يحس بالعمر أحيانا. بقينا أنا والحبيب العزيزنا إلياس أنتر، أكيد راح يسمعني هو، خاصة كان يطلع ببرامج كثيرة في سوري تي في، كان له برامج حلوة هوني، كان في أفكار دائما، كان في لحد الآن، يعني أنا أقول لي هيك أنا هو كمان، يعني لحد الآن كان في دائما فكرة الطاقة، إنه الحصول على بدائل للطاقة، يعني سواء بالتدفئة أو بالكهرباء. طبعاً لما يكون في عنا كهرباء نقدر نولد منها أي شيء سواء تدفئة. فلحد الآن بعض الأمور حطينا ضمن قالب علمي، ضمن قوانين، حاولنا نطلع وكأنه نكسر أحد القوانين الفيزيائية، وهو الحصول على الطاقة من لا شيء، ولو القانون العام يقول لا يمكن الحصول على شيء من لا شيء. نحن هالفكرة هاي دائماً كانت تراودنا، أقرأ لبعض الكتب حتى من أيام نيوتن، أنه ممكن يحصلوا على شيء من لا شيء. طبعا لما نقول هلا شيء من لا شيء ما يزبط، موضوع الشمس شيء موجود، يعني نحن كنا نريد نسوي شيء حركه ميكانيكيه من دون كهرباء ومن دون ما نعطيه اي عزم او اي طاقه لنحرك هذا الجهاز. انا ما اقدر احكي تفاصيل، انه التفاصيل هي ما زالت، او اقول فينا نعطي لمحه، يعني اللي ثقه انه 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 قمنا ببعض التجارب بعد ما الياس انتر موفق وراح للسويد سنة 90، ومن هيك مشروعنا كمان بالأجهزة توقف شوي نتيجة ظروفه الخاصة، أنا ما بعرف وقتها أخذ القرار بالرحيل يعني. فما أقول أنا لحالي أو هو لحاله، كنا وحدة متكاملة، وقمنا ببعض التجارب هو بالسويد وأنا هون، بعد ما صار في شبكات النت كمان كنا نتواصل، ولحد الآن أقول تأفضى شوي ما زالت الفكرة موجودة، وهو الحصول على حركة ميكانيكية من دون طاقة يعني. حلو. فأنا عم أقول ببعض التجارب، في امور صغيره كثيرة ما اقدر اسميها ضمن خانه الاختراعات اكثر ما هي ضمن خانه تحسين الحاله الموجوده. يعني ممكن انا يكون عندي هالكاميرا فيها تقنيات عاليه، ممكن انا اضيف شيء، هاي ما اسميها اختراع، اسميها ممكن تعديلات، يعني ولكن تعديلات. الفكره الثانيه انه الحصول على الطاقه الحركه، قمنا ببعض التجارب، وكانه احساسي لهلا، مو بس احساس، انه في عندنا خطوه، وأتمنى الله يطول بعمر كل الناس، إنه يكون في عنا الفرصة إنه هالحالة تزبط. وهلا بدي أفرجيكم كمان بعض الصور، أو قبل ما أفرجيكم بعض الصور بدي أقول لكم هون بالسويد انتسبت لنقابة المخترعين، وطلبت مرة لقاء مع الرئيس تبعهم، رئيس النادي أو النقابة، ووعدني أنه بدنا نلتقي، خصص لي شي حوالي نص ساعة، وأنا رحت على الموعد فعلا، لكن قالوا بالمستشفى هو، وقلت لهم أنا جاي، كان مرضان، كان شوي ختيار كمان، قلت لهم أنا جاي من سودرتيلي وتعذبت هاي 3 4 ساعات، قال معلش بدي أجي بس 20 دقيقة لشوف شو الفكرة. كان اسمه كوغي، يسموه كوغي كارل جوستاف، اجا على اساس ربع ساعة 20 دقيقة بده يقعد معي، قعد ساعة ونص تقريبا وما خلصنا،
ليش؟ لأنه كان اقتنع بالفكرة أنه والله في احتمال أنت عم تحكي صح، لأنه حاولت أقنعه وحكيت له على ضغط المي، وأنه عملت تجارب زبطت معي بعض التجارب، لأنه الاختراع هذا ينقسم لثلاث أربعة أقسام وصعب جدا، بده قياسات. حتى اشتريت من الصين عدة كتير دقيقة، ميزان دقيق. وينه؟ هذا هو. يعني كتير دقيق. وأخذت اشتريت كمان مثل المطاطات خصوصي للدواليب، رفاع صغار، لأنه يحتاج هذا واحد وهذا الثاني كمان نفس الشيء، كله من الصين. اشتريت مقياس إلكتروني دقيق جدا لقياسات، وعملت له صمامات على ايدي، اربع صمامات مثلا، هدول الاربعه هيك. شو يسوي هدول؟ هاد ينفخ الهواء تحت المي، يسمح بدخول الهواء وما يخليه يطلع، ومن هون يطالعوا يجيبوا من برا تحت المي ويوديه لغير مكان. هلا بدي اشرح لكم، فرجيكم شلون بيصير. يعني شغلات كتير معقدة، والمشكلة حتى يعني سويت دواليب تعذبت فيهن وكتير كتير أمور من زمان. اشتريت بالصين مصمامات، بس اللي عذبوني أكتر شيء، اللي عذبوني أكتر شيء هن هدول. سويت منهم شيء حوالي 10. هدول بقيت فيهن حوالي شهر كامل. وين صاروا هدول كلهم؟ هدول وهدول وهاي وهاي. سويت منهم 10 هيك صغار، وفرجيكم هاي المطاطة الصغيرة الخضراء، وكانت تدخل جوا بين هدول، يعني يسمح ضغط بسيط، لأنه وصيت هاي من الصين، هاي وهاي، هاي وهاي ما زبط، وكان ضغطه قوي، لازم يكون ضغط خفيف جدا يسمح بمرور الهواء وما يسمح برجوعه، مثل الصمام أو ديود نسميه زينر. حتى اشتريت هدول كمان من الصين، يقسم الهواء قسمين، يودي من هون لهنيك، وكابلات وبلاوي بتلتلة. كل يوم كان يجيني كم قطعة وأوصي كم قطعة، مضخات مثل هاي عشان الهواء ما هواء، مسننات صغار، وبيليات صغيرة، وبيليم قد هاي موجودة. وين حطيتها؟ هدول بيليات جوا صغار، في عندي 10 بيليات صغار عشان أسلاك رفيعة، كله تحت المي. وعملت تجارب، راح أكملكم هذا الكوغي أو الرئيس النادي أو المدير تبع المخترعين، ما كمل الفكرة. قال على كل حال فيه دكتور بجامعة الملك دكتوراه بالميكانيك، راح أبعتك لعنده، خلي هو كمان يشوف الفكرة، لأنه فكرتك غريبة، هي أول مرة أسمع هيك شيء. قلت له أوكي. أخذ مني، كان عندي إيميل، أخذ مني الإيميل وأخذ تليفون. يوم الأيام عم أشوف إجاني إيميل عم بيقول نتشرف فيك إنه تجي لعنا بكذا، فلان تاريخ فلان ساعة للمدرسة تبع الملك الدكتور الفلاني. والله أنا كمان لبست، أخذت العدة معي، المخططات والشي اللي أقدر أفهمه للدكتور، ورحت. تفاجأت، استقبلني استقبال يعني شيء عجيب. كل الموظفين، حتى سجاد أحمر قدام الباب، وكل الموظفين والموظفات خاصة طلعوا يعني على الأبواب ويرحبوا فيني، وهو طلع قدامي هنيك وفوتني لعنده. يعني هني عاملوني فعلا كمخترع، أنه والله وصاه واحد وصى عليه، هذا جاي من سوريا، مو أنه والله واحد من الشارع أو بلا مواخذة كذا، لأنه هاد هني هون بالسويد
أعلى مرتبة عندهم هو المخترع. ليش؟ لأنه هذا عم يعمل شيء جديد ويفيد البشرية، يعني فعلا مرتبة عالية جدا. قعدنا لهو حكيت له الفكرة، أول مرة قال صعب، بعدين بعد ما شرحت له جبت له، كان معي واحد مثل هاد بس مو هاد، كان على ضغط المي، إنه هاد إذا حطيته هيك على عمق متر بالمي راح ينضغط يعطيك مثلا 1 كيلو. قال مزبوط. قلت له هيك كمان راح يعطيك 1 كيلو. قال مزبوط. قلت له إذا كان بنفس النقطة وهيك 1 كيلو. قال مزبوط. قلت له هيك كمان 1 كيلو إذا كان بنفس النقطة مثلا متر بالعمق. قال صح. قلت له إذا جبنا واحد تاني هون صاروا 2 جنب بعض، ما أخذنا نقطتين نفس الضغط كل واحد 1 كيلو؟ قال بلى. قلت له هالمرة بدي أقول لك شغلة، طبعا كان بالصعوبة كان أفهمه بالسويدي لأنه سويديتي بهذاك الزمان كانت قليلة. المهم قلت له إذا عنا واحد عم يزت كرتين، 2 كرة حديد كل واحدة وزنها 1 كيلو. قال أوكي. وهو وزنه 100. قال أوكي. قلت له صار لما يحملوا 2 مع بعض صار وزنه 102 كيلو. قال مزبوط. قلت إذا كب وحدة بالهواء يلعب فيهم هو عم يمشي وزنه بده يصير أقل من 102 كيلو، لأنه في وحدة إذا أعطوه بالهواء وجوز يصير 101 أو مرات 100. قال مزبوط. قلت له بس هاد عم ينقل 2 كيلو أو مع وزنه 102 كيلو للطرف هداك. قال مزبوط. يعني وحدة على طول بالهواء. أنا قلت له أنا بدي أستفيد من الضغط دبل ضغط، ووحده بواحد ووجهه على جهة معينة وأعطي كله هواء وأطالعه يعني شرحت له العزم. هو الشغل معقدة، اللي طلع بالصور منيح بده يفهم هالشغلات هدول. على كل كيف على الفكرة، وطلعنا من عنده كمان يعني 3/4 المقتنع. بس هو ليش؟ لأنه يؤمن بفكرة معينة قديمة فيزيائية أنه لا يمكن استنتاج طاقة من لا طاقة. هاي معروفة، أنا كمان بعرفها، كل العالم يعرفوها، أنه ما تقدر طالع طاقة من لا شيء. لكن عندي أنا، قلت له أنا عندي طاقة، مو أنه هو لا شيء هو. قال شلو؟ قلت له عندي طاقة، هون ضغط وهون ضغط وفي هواء وفي جاذبية وفي عزم، عم بشتغل عم بلعب بعزم طول العزم وقصره. وقف. قال على كل حال كتير انترسانت عم تحكي انت، جربتها؟ قلت له ما اقدر اجربها هلا لانه كتير معقدة، بدي صمامات وبدي كذا وبدي. ورجعت بعد كم يوم فعلا حكالي. قال الياس انا جربت بعض الامور اللي حكيتها بالمي وطلعت كلامك مزبوط، لكن نحن المخترعين ما نصدق الا ما نشوف بعيننا. وهي مزبوطه، هي مزبوط، لانه ياما انا كنت افيق من النوم وكان اقول خلص اليوم بدي اجرب، ورحت جربت وسويت وعذبت حالي، ومره من المرات ما كان في حدا بالبيت، قلت هلا بدي ابشر الاهل سيما وزوج بنتي سيما وابني انه والله دولابي برم، وحطيته بالمي فعلا برم شوي ووقف. انقهرت شوي، رحت طلعت ليش تاي الصمامات تبعي اللي نفسه، يعني نقطة صغيرة مي تفوت خلاص بده يلزق لأنه صار مي فيه وبده يتخربط. تصوروا دولاب 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 سيارة أو بسكليت لما يكون ينفس ما يقدر يشوفه وين ينفس إلا ما يحطه بالمي، لأنه إذا ثقب صغير ينفس خلاص. لأنه لو عندي عدة كتير وعندي ورشة وناس عم يشتغلوا معي وكبير الشغلة نسويها كبيرة ونحسب الدقة وفي عندي أجهزة دقيقة وأعرف وين ننفس ونبدل واحتياط، أتوقع بدي أوصل لنتيجة أنه أطالع طاقة كاملة بالماء، أستغلها أحولها أو طاقتين أجمعهم مع بعض وحولها لطاقة واحدة، أكسب نص طاقة مثل هذا اللي زدت شو اسمه، وأحرك دولاب أو حركة.
مثل ما بدنا نشوف. ولحد هلا عم بفكر فيه، بقول بس يصير عندي فرصة بدي أشتغل. عم بتسلى، ماني زعلان على الوقت اللي ضيعته عليه أبدا أبدا، تعلمت كتير منه، وما أنه ضيعت وقت، لا كنت أتعلم وكنت مرتاح. يعني في ناس تلعب ورق تسأل على بنت الكبة، أنا لا، أنا هاي كانت لذة عندي، مثل واحد يشرب أو حي الله شيء مثلا أرجيلة، أنا كانت هاي عندي كتير كتير. ولحد اليوم لما يكون عندي فضاء أرسم واشتغل، يا ما عملت برامج تحسب حسابات دقيقة، مثلا ضغط هون، القطر، العمق، من هالحكي هاد، برامج بالكمبيوتر. وأتمنى بالمستقبل، وبلكي يصير بلكي ما يصير كمان، يزبط معي، بس مشان أبين أنه يمكن استخراج طاقة كامنة ثابتة بالمي، لحولها لحركة وتبقى تبرم على طول، دولاب أبدي. ربما هلأ كمان ما بقى نستفيد كتير من هالطاقة هاي، لأنه الطاقة الشمسية طلعت. أنا لو بعمل اختراعي من 33 سنة كان بده يضرب ضربة، بس هلا طلع طاقة شمسية، طلع طاقة الرياح هاي اللي بالمليارات. وحتى أنا سويت دولاب كمان، حكيت معه بحلقة كاملة، هذا كمان مفيد وله مميزات خاصة عن غيره، حكيتها بنفسه. وإذا اللي يحب كمان يتابع هيك أمور خليه يحضر الحلقة هذيك. وهلا بعد ما فضيت الدولاب كمان من راسي، أقولكم إلى حلقة قادمة. أقولكم باي باي.